اهلا وسهلا فيكم متابعين قناه خط السير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناه وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناه قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه وحاب اصور لك اياه بس خبرنا عنه وانا ان شاء الله بعمل لك عنه فيديو مميز. انا هلا طالع من الدوار الثالث باتجاه جبل حسين. جبل حسين انطلب مني من المتابعه رنا ابو اللبن، طلبت مني اني اصور من عند شارع جمعية اللد لحتى الجامع. بعرف شو اسم الجامع، بس على كل ان المفروض انه يكون على شارع واحد وفي جامع في المنطقة. انا كالعادة يعني بوسع الجولة بزيادة لحتى اشمل اكبر عدد ممكن من الشوارع والاماكن. انا هلا اترككم مع الطريق وان شاء الله بنكمل لما نوصل جمعية اللد. نحبه لأنه البطل. اليوم أحلى
جميلة في حياتنا خليها تبقى أحلى. مرة زي ما شفتوا أخذنا الطريق من الدوار الثالثة حتى دوار الداخلية وطلعنا مباشرة دغري من عند الجسر وكملنا احنا هلا على إشارات ماكسيم أو زي ما كانوا يسموها زمان دوار سكينة. هلا بداخذ يسار باتجاه جمعية اللد اللي أعطتني دقيقتين، ضايل دقيقة واحدة تقريبا على جمعية اللد. طبعا هذا من أشهر الشوارع الموجودة في جبل الحسين اللي هو الشارع التجاري، منطقة مشهورة بمحلاتها التجارية. طبعا على وقتنا احنا بالتسعينات كانت مشهورة هذا الشارع اللي انا داخله، كان مشهور بشارع رنوش لانه رنوش تبع الكوكتيل لقدام شوي. طبعا تغيرت كثير من المحلات الموجودة هون بس طابعه بعده زي ما هو، اللي هو طابع اللي بسموه طابع الالبسة، اغلبيته الالبسة. طبعا في خدمات ثانية غير الالبسة. طبعا اعطيكم شوية تفاصيل عن الجبل. انا صورت جبل حسين يمكن وصلت 10 فيديوهات عن جبل حسين، يعني اللي بده اي معلومات يرجع لجبل حسين وراح يشوف كثير فيديوهات عنه وكثير معلومات. انا بحاول دائما اغير لو اشي بسيط عن المعلومات. يعني هذه جمعية اللد زي ما انتم شايفين، الارمة الصفراء اللي فوق اللي هي طبعا زي ما طلبت مني الاخت المتابعة اني اكمل دغري باتجاه الجامع. انا طبعا بكبر الجولة كالعادة، محمص حلوم البابا، تعتبر المناطق الراقية اللي بتقع بوسط عمان. يعني هي من المناطق الراقية ومضى عليها عز كبير بالثمانينات وبالتسعينات، يعني كانت الناس كثير تيجي على هاي المنطقة علشان تتبضع وتتمشى وتاكل من المطاعم اللي فيها وتاكل حلويات من محلات الحلويات اللي فيها. يعني زي يعني ويتابع طبعا تنظيميا لمنطقة العبدلي ملاصقة لإلها، بتقع على امتداد شارع خالد بن الوليد اللي بوصلك حتى جبل القلعة. يعني بيضلك الشارع اللي مشيناه من عند ماكسيم تكمل على طول بتلاقي حالك عند إشارات جبل القلعة. أنا هلأ ماشي في امتداد الشارع، هذا الشارع بيكمل معي لحتى شارع الاستقلال. طبعا الحي هذا بيفصل بين جبل الويبدة وبين شمساني وشارع الاستقلال، يعني ما شاء الله موقعه مميز جدا. وزي ما حكيت بينشهر بسوق التجاري الكبير اللي مشهور من زمان، أسعاره أرخص من أماكن ثانية زي الصوفية. يعني بتقدر تيجي هون تشتري ملابسك من مناطق او محلات راقيه وفيها الموضه، بالاخص يعني اكثر شيء منتشر هون اللي هي البضاعه التركيه. اهم مميزاته انه في كل الخدمات اللي بتخطر ببالك موجود، من مستشفيات، من هذاك هو بتوقع الجامع اللي كان مقصود، من مستشفيات، من محلات تجاريه، من بنيه تحتيه، كل شيء بدك اياه هون موجود. يعني حتى البقالات الصغيره زي ما انتم شايفين موجوده في الشوارع. حدوده من منطقة الجنوب منطقة العبدلي بتحدها العبدلي، من الشمال عرجان والمدينة الرياضية، ومن الشرق جبل القلعة، ومن الغرب شميساني. يعني ما شاء الله هذا هو الجامع. بدي أعرف شو اسم الجامع لأنه أنا ما ذكرت لي شو اسم الجامع. الواحد بمر من الشارع هذا كثير في حياته بس ما بينتبه. جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين، يعني ما شاء الله أنا مبسوط أنه في عندنا جمعيات لأصدقاء اخواننا المعوقين. انا ما بحب كلمة معوقين، بحب كلمة ذوي الهمم. بعرفش يمكن جامع المحسنين والله اعلم. هذا شارع العباس بن عبد المطلب. فانا بحب كلمة ذوي الهمة او ذوي الهمم، يعني بشوفها اجمل من كلمة معاق. المعاق معاقب عقله بس، يعني بتلاقي في اشخاص من ذوي الهمم ما شاء الله عليهم عباقرة وقمة في الاحترام والذوق. حتى في عنا المنتخب البارالمبي عنا أبطال على مستوى العالم، فمنقدرش نحكي عنه هذا معاق، هذا بالعكس هذا من ذوي الهمة. أسعار الشقق الموجودة هون بتتراوح بين 65,000 إلى 85,000. هاي الأسعار اللي خلال 48 ساعة، يعني هذا المعروض خلال 48 ساعة، يعني في أكثر وفي أقل. من 65,000 إلى 85,000. وإيجارات الشقق هون من 200 دينار لحتى 350 دينار، والاستديوهات من 20 دينار لحتى 30 دينار باليوم. أنا هيك عملت الشارع كامل. هذا هو شارع الاستقلال زي ما انتم شايفين. أنا خلصت من الشارع وطلعت على شارع الاستقلال. يعني شوفوا البساطة. انتم هلا عشان يوم جمعة بتشوفوها كثير سهل الشغلة وبسيطة، بس تعال يوم عمل عادي بتلاقي في شرطي هون واقف، بعرف شو بيعمل، ممكن عشان ينظم. هذا الشارع برضه بيكون مكتظ بطريقة مش عادية. هذا بنزلك على وسط البلد من شارع الأردن،
انا حطلع دغري لانه انا ساكن في شمال عمان، عندي منطقة ثانية بدي اروح اصورها، حلف من الجسر هذا وانزل باتجاه شارع الاردن. ولهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلامة.